بقوانين جديدة، الاتحاد الأوروبي يشعل معركة استغلال الشركات التكنولوجية الكبرى لبيانات المستخدمين. وبسبب قرار الوقف التكتيكي للعمليات جنوب غزة، الشقاق يزداد بين قادة الجيش ووزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وفرنسا تستغل خبراتها، وبلجيكا تسعى لبداية قوية في اليوم الرابع لمنافسات يورو 2024. وبعد تصريحات رؤساء الأحزاب والسياسيين، هل تنتهي أزمة الشغور الرئاسي في لبنان؟ صباح جديد من القاهرة الإخبارية، حلقة مليئة بالملفات المتنوعة، إذ نتابع آخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الشقاق الذي ظهر داخل حكومة نتنياهو، وهذا بسبب وقف العمليات العسكرية المؤقت في جنوب غزة. أيضا هيكون لنا محطة جديدة لمتابعة مباريات يورو 2024، وهننتقل منها للتكنولوجيا، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لاتهام شركات تكنولوجية كبيرة بمخالفة قواعد الاتحاد حول السياسات الاحتكارية، وطبعا غيرها من الموضوعات المهمة هتكون معنا في صباح جديد. ولكن البداية هتكون من حالة الطقس واللي هتقدمها لينا آية الكافوري. آية، صباح الخير عليكي، وعايزين نعرف حالة الطقس والأجواء في تاني أيام العيد إليكي. آية، صباح الخير يا شروق، وكل عام وكل الأمة العربية والإسلامية بخير في تاني أيام عيد الأضحى المبارك. هنتعرف في فقرة جديدة على درجات الحرارة وأبرز أيضا الظواهر المناخية اللي بدأت تجتاح العالم في الفترة الأخيرة. الأجواء غير المستقرة اللي بتشهدها دول العالم، وده طبعا بسبب التغيرات المناخية اللي أدت للعديد من الظواهر الطبيعية المختلفة واللي أصبحنا بنشهد تأثيرها في كافة فصول العام. هنبدأ فقرتنا بالعواصم والبلدان العربية، وهبدأها معكم من العاصمة القاهرة، واللي بتشهد اليوم موجة شديدة وانكسار لموجة الحر التي شهدتها اليوم القاهرة، وبتشهد درجات الحرارة عظمى 38 والصغرى 24. أما في الرياض هيكون الطقس شديد الحرارة مع انخفاض في معدل الرطوبة، وتصل فيها درجات الحرارة العظمى أيضا إلى 44 والصغرى 29. أبو ظبي الوضع لا يختلف كثيرا، حيث تشهد أيضا ارتفاع في درجات الحرارة، وبتسجل درجات الحرارة العظمى فيها 41 درجة والصغرى 31. هنصل معكم إلى تونس، وبيسود فيها طقس مشمس، وبتكون فيها درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 24. وأخيرا هنصل معكم للعاصمة الرباط، واللي بتشهد أيضا طقس مشمس، وبتكون فيها درجات الحرارة العظمى 25 والصغرى 17. نذهب بعدها أيضا إلى عدد من العواصم العالمية، هبدأها معكم من لندن، واللي بتشهد طقس غائم، وبتكون فيها درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 12. أما باريس بتسجل أيضا 22 العظمى والصغرى 16، موسكو 26 18، وبتشهد طقس غير مستقر. أما واشنطن فبتشهد ارتفاع كبير في معدل الرطوبة، بتسجل درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 22. وأخيرا هنصل معكم لبكين، واللي بتشهد طقس مشمس، وبتسجل فيها درجات الحرارة العظمى 39 والصغرى 23. بعد ما تابعنا درجات الحرارة هننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية تحليل حول ارتفاع درجات الحرارة في العالم، مشيرة إلى أنها خطيرة وبتهدد الحياة. ذكر التحليل أنه بحلول نهاية مايو عانى أكثر من 1.5 مليار شخص، أي ما يقرب من 5 سكان الكوكب، من ارتفاع مؤشر الحرارة إلى أكثر من 39.4 درجة مئوية في يوم واحد على الأقل، وهي النسبة اللي بتعتبرها الخدمة مهددة للحياة.
سلامي يا رايح للحرم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جولة جديدة بين عناوين الصحف ووكالة الأنباء العربية والعالمية، نتعرف فيها عن محاولات استغلال الصين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في جامعات بريطانية، وهذا لأغراض عسكرية. رغبة كييف في توقيع اتفاق سلام مع روسيا عبر الوسطاء، وغيرها من الأخبار في هذه الجولة الصحفية من صباح جديد. البداية معنا من صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، واللي نقلت تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي ندت فيها بالخطط غير المقبولة التي وضعها الجيش الإسرائيلي لوقف مؤقت محدود للعمليات بالقرب من معبر رفح. إذن مشاهدينا، جاءت يعني احنا نتحدث عن معبر رفح في غزة، وجاءت هذه التعليقات لنتنياهو وسط انتقادات محلية متزايدة لطريقة تعامله مع الحرب التي استمرت 9 أشهر، والمزاج العام المتوتر بسبب أحد أكثر الأيام دموية للجيش حتى الآن بعد قصف المقاومة الفلسطينية لمدرعة إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 8 جنود. كما قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لم يكن على علم مسبق بقرار الجيش بالهدنة التكتيكية التي أعلن عنها صبيحة أول أيام عيد الأضحى في جنوب غزة. ذكرت الصحيفة أيضا أنه تعليقا على ذلك قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إتمار بنغفير عبر منصة إكس إن الذي اتخذ قرار بشأن هدنة تكتيكية لنقل مساعدات إنسانية خصوصا في وقت يسقط فيه الجنود هو شخص شرير وأحمق لا ينبغي أن يستمر في منصبه. وأضاف أنه حان الوقت لوقف هذا النهج المجنون والواهم والذي لا يجلب لإسرائيل سوى مزيد من القتلى. أما عن وكالة الأنباء الفلسطينية فقالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 9300 مواطن في سجونها، من بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة ونحو 250 طفلا. وأضافت أيضا الوكالة أن نادي الأسير نوه بأن هذا العدد من المعتقلين لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، والذي يقدر عددهم بالآلاف. ومشاهدينا الكرام، لمزيد من التحليل حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم لنا من مدينة سيدني في أستراليا الأستاذ أحمد اليسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات. يعني صباح الخير وأهلا بك معنا في صباح جديد. ويعني أبدأ معك أستاذ أحمد من إعلان جيش الاحتلال عن وقف للعمليات العسكرية بالأمس بشكل مؤقت في جنوب غزة، لكن يبدو يعني وحسب تقارير مختلفة بأن نتنياهو يندب بهذا التوقف وأيضا عدم علم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بهذا القرار. إذن يعني في رأيك ما الذي يحدث بالضبط داخل حكومة إسرائيل، ولماذا كل هذا التخبط؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني هذا التخبط هو أهم أسباب ومسببات الأزمة الحالية، وجود يعني عمليه تعارض بين
أجنحة الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهذا واضح جدا ليس جديد حقيقة، منذ بداية الأزمة هناك يعني صراع بين الأجهزة الأمنية وبين القيادات السياسية والأجنحة الحكومة أيضا. مؤخرا أيضا رئيس المعارضة غانتس كان له موقف يعني واضح جدا، ويبدو أنه يعني نحن بدأنا ندخل عصر الفواتير، يعني العصر الذي كان يخاف منه نتنياهو، يعني حالة الهجوء بضغط أمريكي بعد الجرائم التي حصلت في تحديدا في مدينة رفح، و يعني ضغط الدول الذي حصل والأمريكي بدأت الآن البوصلة تتوجه إلى جنوب لبنان حسب وجهة نظري، يعني نتنياهو ورجل يستثمر في النزاعات وفقط يحرك البوصلة من هنا إلى هناك. ولكن في جزئية الصراعات الضمنية أو هي حالة ارباك عامة تعيشها إسرائيل بعد أحداث أكتوبر حقيقة، وتتضح وتتجلى بهذه المعاني التي تبدو واضحة بالتقاطعات السياسية والأمنية. نعم، دائما هذه القرارات تأثير على الداخل الإسرائيلي. هل يمكن القول بالفعل أن الشقاق اتسع بين قادة الجيش ووزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني أنا أشرت إلى عملية يعني عملية رفح، وهناك يعني بعض القيادات يعني تحاول أن تفتح جبهة لبنان، يعني يعني تجعل تضعف أهمية المعركة في غزة، خصوصا أنه نتنياهو حاول أن يصدر إطلاق يعني السراح بعض الرهائن، أنه هذا هدف استراتيجي تحقق خلال 9 أشهر من الحرب، وهذا يعني رسالة كان يريد أن يخفف الضغط عليه ويوجهه إلى أهل الرهائن أو في داخل إسرائيل حقيقة، ليقلل الضغط الشعبي على حكومته. هذا واضح جدا، ولكن بشكل عام يعني الحالة التعبوية التي حاول أن يشكل بها نتنياهو المجموعة الحكومية، يعني ليست الحكومة الحقيقة، المجموعة الحكومية هي متعددة الأجنحة ومتناقضة في الطروحات، يعني البعض منها يعتقد أنه نتنياهو ومجموعته خصوصا الجزء المتطرف يعني بدأت تجعل إسرائيل تفقد الحلفاء وتدخل في صراعات مع المؤسسات الدولية، المحكمة الدولية، المنظمة، هذا أمر موجود أيضا، يعني هناك فريق قيادة في داخل الأجهزة والأروقة السياسية الإسرائيلية تطرح هذا الأمر ونقرأه بالصحافة الإسرائيلية يوميا، يعني وهناك جمهور الحرب على نسميه، يعني المليون الذين يعني يحاولون يستندون على قواعد توراتية ويريدون إبقاء حالة من القدسية على هذه الحرب، ويربطون الحاضر بالتاريخ لمحاولة يعني القضاء على أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين أو إجبار الفلسطينيين على المغادرة بعد أن ينهون الحياة في غزة. يعني هذا واضح جدا، يعني لا أحد ينسى يعني تصريح الوزير الإسرائيلي الذي دعا لضرب غزة بالنووي مثلا، وهذا التصريح كان يعني مضحك الحقيقة، لأن هذا صعب جدا، لأن هناك تداخل جغرافي بين يعني إذا قصفت إسرائيل الأراضي الفلسطينية بالنووي فستتضرر إسرائيل نفسها. فالحكومة اليمينية التطرف هو سيد الموقف أنا أرى، والتطرف هو الذي يخلق هذا التشنج الداخلي، وهناك فواتير ستدفع لاحقا. يعني مع ذلك أستاذ أحمد، يعني تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اتخاذ إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين. هل لقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على قائمة العار أو قائمة السوداء سببا في ذلك؟ ولماذا لا تمثل قرارات الجهات الدولية مثل محكمة العدل والأمم المتحدة ضغطا فعالا على إسرائيل؟ لأنها تصطدم بالفيتو الأمريكي، يعني الرعاية الأمريكية هي المشكلة الرئيسية والعقبة التي تقف دون أن يكون للقرارات الأممية الدور القوي والسريع على ما تقوم به إسرائيل من جرائم متفق عليها دوليا. يعني أول مرة
يتفق العالم او يقف العالم على حقيقه ان يعني اسرائيل ارتكبت جرائم في الاراضي الفلسطينيه، حتى الولايات المتحده فرضت عقوبات عسكريه على بعض يعني فرق الجيش الاسرائيلي يعني. وهذا التطور الحقيقه لم يحصل في اسرائيل منذ حرب 73 مع مصر يعني. ولكن نحن قلنا انه التطرف هو سيد الموقف يعني، هذه مجموعه همجيه الحقيقه ولكنها منتخبه وتقود حكومه. ادخلت اسرائيل في صراع عبثي مع الفلسطينيين، صحيح انه عمليه 7 اكتوبر كانت اختراق امني كبير للامن الاسرائيلي، ولكن اسرائيل تعرضت خلال يعني الى اختراقات كثيره خلال الفترات الماضيه. الرد بهذه الطريقه يعني كان غير متوقع يعني، ان يتم اباده يعني الاطفال والنساء، هذا امر يعني خارج نطاق القواعد التي وضعها النظام العالمي للحروب يعني والاتفاقات الدوليه، هذا امر محرم يعني. لذلك هناك احراج للاداره الامريكيه. و يعني اهم مظهر يعني لمظاهر هذه الحرب هو تبيان حالة الانقسام العالمي والإحراج التي تعرض له الولايات المتحدة بين القيم التي تصدرها والموقف الحالي والتعنت الذي تقوم به هذه الحكومة اليمينية في استهداف المدنيين، هذا أمر مهم جدا يعني. نعم نعم، إلى هنا أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد اليسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، كنت معنا من سيدني. ويعني أقول لك في ختام هذا الكلام عيد مبارك وكل عام وحضرتك بخير. شكرا. هنروح لصحيفة بلوتيكو الأمريكية واللي ركزت على ما قاله مسؤولون أوكرانيون في قمة السلام التي عقدت في سويسرا والتي لم تتم دعوة روسيا إليها، بأن كييف لن تنخرط في مفاوضات مباشرة مع روسيا لكنها تعمل أيضا على بناء تحالف مع الوسطاء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما أن هناك أمل من كييف في أن يتمكن تحالف واسع النطاق بما في ذلك مشاركة بعض البلدان التي تميل إلى روسيا من دفع صيغة السلام المكونة من 10 نقاط التي اقترحها فولوديمير زيلينسكي. قالت صحيفة The Guardian البريطانية أن شركة صينية مملوكة للدولة سعت إلى استخدام شراكة مع جامعة بريطانية رائدة من أجل الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهذا لاستخدامها في القواعد العسكرية الصينية الذكية. أضافت الصحيفة أن رسائل البريد الإلكتروني تظهر أن معهد جيانغسو الصيني لأبحاث التكنولوجيا ناقش نشر برامج طورها علماء في جامعة إمبريال في لندن للاستخدام العسكري. لصحيفة النهار اللبنانية ولنشر التقرير بيتناول اشتعال الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني خلال الأسبوعين الأخيرين، وقال التقرير أن إسرائيل استهدفت المساحات الخضراء في القرى الحدودية بوابل واسع من النار ومستخدمة أيضا الأسلحة الحارقة وسيلا من القنابل الفوسفورية والقذائف الحارقة والبالونات الحرارية لتكمل ما بدأته قبل 8 أشهر ولو بشكل متقطع على نحو متعمد لسياسة الأرض المحروقة وصب حممها على الأراضي الزراعية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن من بيروت مراسلنا أحمد سنجاب. صباح الخير أحمد وعيد سعيد عليك، وأعرف منك في البداية ما هو وضع الآن القرى الحدودية اللبنانية والتي تعرضت بالفعل للاحتراق بسبب ممارسات إسرائيل العنيفة تجاه المساحات الخضراء هناك؟ نعم، صباح الخير آية، صباح الخير شروق، وصباح جديد من العاصمة اللبنانية بيروت. فعلا هناك مساحات شاسعة من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية التي تعرضت الأراضي الزراعية فيها إلى أشبه المحرقة الكاملة، وهناك أكثر من 90% من الأراضي في البلدات الحدودية ربما لن تكون صالحة للزراعة بسهولة لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمعن في استخدام القنابل الفسفورية في هذه المناطق، مما أدى إلى حرق موسم الزيتون الماضي على سبيل المثال، أيضا عدد من المواسم وعدد من الحاصلات الزراعية الموسمية في الجنوب اللبناني. وده كبد الدولة اللبنانية وكبد المزارعين تحديدا
خسائر فادحة جراء هذه العمليات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أكثر من 55 بلدة لبنانية حدودية تعرضت أراضيها لقصف مدفعي أو قصف فسفوري على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية التوترات في الثامن من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن. نحن نتكلم عن أكثر من 40% من المحاصيل التي تخرج من الجنوب اللبناني ربما تدمرت جراء هذا القصف الإسرائيلي لهذه البلدات. نحن نتحدث أيضا عن عدد من الفواكه أو المواسم المقبلة التي لن يتمكن اللبنانيون من حصادها بسبب هذه الأعمال العدائية التي استهدفت الأراضي، علما بأن احنا نستطيع أن نقول أن مناطق الجنوب اللبناني ربما هي الكنز أو سلة الغذاء التي تدعم لبنان على مدار العام، سواء بالزيتون سواء بالموز سواء بعدد من المواسم أو عدد من أيضا السلع الغذائية أو الزراعات التي تستهلك بشكل يومي مثل الخضروات وغيرها من الأمور. فبالتالي هناك أضرار كبيرة جدا على الأراضي الزراعية وعلى المحاصيل الزراعية في الجنوب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وخصوصا استخدام القنابل الفسفورية ربما المحرمة دوليا وفقا لوصف الحكومة اللبنانية في شكوى رسمية تقدم بها لبنان قبل شهور إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة يستنكر استخدام إسرائيل لقنابل فسفورية الحارقة والتي تعد محرمة دوليا. كل هذه الأمور تجعل التربة نفسها في الجنوب اللبناني ربما لن تكون صالحة للزراعة أو محاصيلها غير صالحة للاستهلاك بسهولة أو باعتياد بعد هذه العمليات. يعني أحمد، أردت أن أتحدث معك عن دور الولايات المتحدة مع تصاعد وتيرة الاشتباكات على الحدود الجنوبية اللبنانية. يعني هناك محاولات من الولايات المتحدة للضغط منعا للحرب التي تزداد احتمالاتها يوما بعد الآخر، فعلى أي اتجاه تمارس الإدارة الأمريكية ضغطها لنزع فتيل الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ في طبعا جهد كبير جدا تقوم به الولايات المتحدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني ووقف العمليات المتبادلة على طول الحدود، ولكن هذا الجهد لم يثمر إلى وقف إطلاق النار أو إلى أي نتيجة خلال الشهور الماضية. بعد بداية التوترات في الجنوب اللبناني ببضعة أيام كان هناك زيارة للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه الزيارة تلاها زيارتين آخرتين خلال هذا العام منذ مطلع العام وحتى الآن. فبالتالي الحصيلة ثلاث زيارات قام بها المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى العاصمة اللبنانية بيروت منذ بداية التوترات، علما بأن أموس هوكشتاين هو كان وسيط في التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022. فكان هناك استثمار لهذا الجهد، وتم إرسال هوكشتاين بمبادرة أيضا لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني ومع خطة لإعادة إعمار الجنوب وأيضا لتحقيق التنمية في الجنوب، لأن الجنوب اللبناني يحتاج إلى إعادة إعمار كبيرة وتنمية كبيرة أيضا وخصوصا بعد هذه التوترات. ولكن مبادرة هوكشتاين لم تثمر عن أي شيء في ظل التعنت الإسرائيلي وأيضا في ظل الرفض الإسرائيلي لأمرين: الأمر الأول هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأمر الثاني هو وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا. وربما هذه السياسة الانتهاكات تتبعها أو يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 18 عاما منذ صدور القرار الأممي 1701 عام 2006. هذا القرار نص على وقف الأعمال العدائية، ولكن منذ صدور هذا القرار في 2006 وحتى اليوم الدولة اللبنانية رصدت أكثر من 35 ألف انتهاك لهذا القرار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي أن الأمر ليس وليد اللحظة وليس وليد التطورات التي نشأت في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، ولكنه هو أمر ممتد. إسرائيل رفضت البندين وبالتالي جمدت المبادرة الأمريكية، وكانت هناك مبادرة فرنسية وأيضا جمدت المبادرة الفرنسية. ولكن من المتوقع اليوم أو خلال الساعات المقبلة أن تكون هناك زيارة هامة للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى المنطقة مرة أخرى، وهناك آمال كبيرة في لبنان أن يتم إعادة إحياء المبادرة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني. طب أحمد، في السياق ليس بالبعيد خرجت تصريحات من رؤساء وأحزاب وسياسيين بارزين أيضا في لبنان متعلقة بأزمة الشغور الرئاسي، ضرورة أيضا انتخاب رئيس جديد للبلاد. هل نقدر نقول أن هذه الأزمة بدأت تتجه لطريق الحل؟
الامال لانها تتجه الى طريق الحل، ولكن نحن الان في شهر يونيو، يمر عام كامل على اخر جلسه عقدت لانتخاب رئيس جديد للجمهوريه، وكانت تحديدا في 14 من شهر يونيو في العام الماضي، وبالتالي عام كامل على اخر جلسه يمكن ان تقود الى انتخاب رئيس جديد للجمهوريه، واكثر من عام ونصف على الشغور الرئاسي المستمر في البلاد في ظرف هو الاصعب في تاريخ الدوله اللبنانيه، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي وأيضا المستوى الأمني والعمليات في الجنوب اللبناني. ولكن هناك تحركات كثيفة على مدار الأيام القليلة الماضية ومبادرات خرجت من عدد من قيادات ومسؤولي الكتل النيابية. هذه المبادرات ربما تقود في النهاية إلى الخطوة الأولى أو الشرط الخطوة الأساسية وما قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي الحوار. فهناك مؤشرات إيجابية تقول أن عدد من القوى السياسية ربما غيرت مواقفها من الحوار الذي يسبق الانتخابات، وربما يكون هناك حوار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا الحوار يفضي إلى عودة جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد، علما بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان هو مسؤولية حصرية لمجلس النواب اللبناني، فبالتالي أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية هم المسؤولون عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذه المهمة التي ربما المبادرات التي خرجت على مدار الأيام الأخيرة قد تقود إلى حوار بين الكتل السياسية خارج مجلس النواب أو خارج إطار الجلسات الرسمية، وعقب هذا الحوار يتم العودة مرة أخرى إلى مجلس النواب بعد أكثر من عام لبحث سبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أحمد سنجاب مراسلنا، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لوجودك معنا أحمد، وكل عام وأنت بخير. شكرا لك. ولعشاق الكرة المستديرة، تغطية تتجدد ليوم آخر من أيام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، ومباريات مثيرة ضمن اليوم الرابع للبطولة الأوروبية العريقة. وإلى فعاليات كأس الأمم الأوروبية وثلاث مباريات جديدة اليوم في رابع أيام اليورو، هيلتقي فيها منتخب أوكرانيا مع رومانيا، كما يواجه منتخب بلجيكا نظيره سلوفاكيا، وأخيرة مباراة مثيرة منتظرة بتجمع منتخب فرنسا مع نظيره النمساوي. الحقيقة أيضا نحن يعني بالطبع لا يمكن الحديث عن المرشحين بقوة لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا 2024 دون تجاهل المنتخب الفرنسي الذي يضم أفضل اللاعبين في العالم، ويتقدمهم كيليان امبابي المنتقل حديثا الى ريال مدريد. يستهل المنتخب الفرنسي حملته في بطولة أمم أوروبا المقامة في ألمانيا بمواجهة قوية أمام نظيره النمساوي على ملعب ميركوريشفيل أرينا. منتخب الديوك الفرنسية هو أقوى منتخب أوروبي في مونديال قطر 2022، وكان قريبا جدا من تحقيق كأس العالم لولا الإخفاق في الضربات الترجيحية أمام الأرجنتين. وتعرف فرنسا جيدا طريق اللقب الأوروبي، فقد توجت به مرتين، الأولى عام 1984 والثانية عام 2000، وكانت قريبة جدا من التتويج به عام 2016 لولا الهزيمة في المباراة النهائية أمام البرتغال. وتتسلح فرنسا بمدرب يمتلك خبرة عالية هو ديدي ديشامب الذي قادها لتحقيق لقب كأس العالم في روسيا عام 2018. ويطمح كيليان مبابي بعد انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في تحقيق إنجاز جديد مع منتخب فرنسا وقيادته للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية والغائب عن الديوك الفرنسية منذ 24 عاماً. مهمة المنتخب الفرنسي لن تكون سهلة أمام المنتخب النمساوي الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة، ويدخل المنتخب النمساوي البطولة محققاً نتائج إيجابية. فمنذ انتهاء مشاركته في بطولة دوري أمم أوروبا 2022 لم يخسر المنتخب
المنتخب سوى مباراة واحدة في آخر 14 مباراة خاضها، وكانت أمام المنتخب البلجيكي في التصفيات المؤهلة لليورو. واستطاع المنتخب النمساوي أن يقدم مستويات جيدة تحت قيادة رانغنيك الذي قاد الفريق للتأهل لليورو بعد احتلاله المركز الثاني في التصفيات بفارق نقطة واحدة خلف منتخب بلجيكا. وللمزيد من التفاصيل حول مباريات كأس الأمم الأوروبية 2024 ينضم إلينا من دبي الصحفي والناقد الرياضي مراد المصري. صباح الخير أستاذ مراد، وأهلا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، وصباح جديد وعيد مبارك في البداية. وهبتدي مع حضرتك، بكيف ترى نتائج مباريات اليورو حتى الآن، وهل هناك أي مفاجآت من وجهة نظرك حتى الآن أم لا؟ صباح الخير جميعا عليكم، وكل عام وانتم والشعب مصر بخير. يعني البطولة لحد الآن لا مفاجآت ترفع هذا الشعار. جميع النتائج جاءت منطقية وحسب المتوقع، يعني المنتخبات المرشحة في جميع المباريات ممكن باستثناء تعادل الدنمارك وسلوفينيا، ولكن جميع المنتخبات المرشحة حققت الفوز. ألمانيا حققت الفوز، هولندا، إيطاليا، حتى إنجلترا ربما منها عانت بعض الشيء، ولكنها خرجت بثلاث نقاط مهمة للغاية أمام منافس قوي. أوكي، كان هناك في نوع من الشوي على إنجلترا ضغط إنه النتيجة الأداء لم يكن من المستوى، ولكن منتخب صربيا أيضا قوي للغاية وهو منافسه في هذه المجموعة. يعني البطولة لحد الآن لا تعرف المفاجآت، وممكن هذا يعود لأنه زيادة عدد الفرق المتواصل للنسخة الثانية بتواجد 24 فريق يجعل المستويات الفنية شوي يعني في فارق بالمستويات الفنية يجعل المنتخبات المرشحة تحقق هذه الانتصارات في بداية المشوار. طيب يعني سيد مراد، لو بدأنا الحديث عن مباراة اليوم بالتحديد، هنبدأ بمواجهة أوكرانيا ورومانيا، يعني توقعاتك أيضا لهذه المباراة؟ يعني المنتخب الأوكراني رغم ما يحصل في بلاده، ولكنه لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين خارج أوكرانيا يقدم مستويات قوية في الدولات الأوروبية، منهم دوف بيك الذي توج هدافا للدوري الإسباني، يعني هذا إنجاز تاريخي، كان أول لاعب أوكراني يحقق هذا الجائزة الفردية، بالإضافة إلى أسماء أخرى. أرى أن المنتخب الأوكراني هو الأقرب للتفوق على الجير الروماني في فيما يعني هذه التوقعات تشير لصالح المنتخب الأوكراني في هذه المباراة. طيب بالنسبة لمنتخب بلجيكا اللي بيلتقي سلوفيكيا، هل تتوقع ظهور مميز للمنتخب البلجيكي والعودة بالذاكرة للجيل الذهبي للفريق الذي اختفى بمونديال قطر بالخروج من الدور الأول أم لا؟ المنتخب البلجيكي لديه أفراد، لديه نجوم، ولكنه لا يصل دائما إلى أن يكون منتخب مرعب، لأنه حتى الأفراد تشعرين أنهم كل شخص يعني في اتجاه مختلف. يعني حتى كورتوا أفضل حارس مرمى في بلجيكا غير متواجد بسبب خلافات بين اللاعبين، كل لاعب حتى اللاعبين أنفسهم الآن بدأوا يتحدثوا عن عروض، يعني لوكاكو ودي بروين وغيرهم يتحدثوا ما بعد مرحلة أوروبا. كان هناك عندهم حديث إنه إكمال مهمتهم في الدوري السعودي. يعني الفريق سيحقق أعتقد نتائج إيجابية، قادر على التفوق اليوم، ولكني لا أرى المنتخب البلجيكي منتخب قادر على التتويج باللقب أو الذهاب إلى أبعد نقطة، لأنه لا تشعر بروح المجموعة لدى اللاعبين، عبارة عن مجموعة لاعبين يعني أنانيين بعض الشيء، كل لاعب يفكر بنفسه فقط. طب لو اتكلمنا بقى عن المباراة الأخيرة اللي بيظهر فيها المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب أمام النمسا، هل تعتقد سيد مراد أنها مواجهة محسومة أم تظل المفاجآت أيضا واردة؟ هو المنتخب الفرنسي المرشح على الورق حسب الأسماء حسب المعطيات، ولكن الكل اليوم يترقب ظهور كيليان مبابي، أول مباراة تقريبا رسمية للاعب بعد إعلان انتقاله إلى ريال مدريد بشكل رسمي. سيكون هناك اهتمام كبير بظهوره. يعني مبابي واحدة، يعني هو أحد أهم الأسماء حاليا في هذه البطولة للمتابعة، إلى جانب الأسماء الأخرى التي تنافس على الكرة الذهبية. يعني شاهدنا مبارح بيلينغهام اللاعب الإنجليزي سجل هدف الفوز وتألق، هذا أمر يرفع من مؤشراته بمحاولة الفوز بالكرة الذهبية بدعم من جهود ريال مدريد الذي يعتبر الماكينة القادرة على إيصال أي لاعب للفوز بالكرة الذهبية. الآن الدور على كيليان مبابي ليعلن عن وجوده ويؤكد أنه قادم كلاعب كبير إلى ريال مدريد وأنه يريد التتويج بهذا اللقب، إضافة إلى مسيرته ولم يحققه من قبل.
بالإضافة أيضا أنه المنتخب الفرنسي هذا الجيل الموهوب الذي حقق كأس العالم 2018، وصل نهائي أوروبا 2016، نهائي كأس العالم الماضي، ولكن يفتقد إلى استعادة هذا اللقب الغائب عن فرنسا لأكثر من 20 عام. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا، الصحفي بوكالة الأنباء الإماراتية مراد المصري كنت معنا من دبي، شكرا لك مرة أخرى، وبالطبع سنتابع معك كل ما هو جديد. في عالم بيسير في فلك الفضاء الإلكتروني بتحاول الكثير من الدول والتكتلات أن هي تفرض قوانينها الخاصة لتنظيم عمل كبار شركات التكنولوجيا وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي. وبيسعى أيضا الاتحاد الأوروبي لتوجيه اتهامات ضد شركات ميتا وأبل من قبلها أيضا ألفابات بممارسة سياسات احتكارية داخل دول الاتحاد. الحقيقة يا آية أنه قوانين الاتحاد الأوروبي طالت عملية تنظيم استغلال بيانات المستخدمين في أوروبا لتدريب هذه الشركات الكبيرة لأنظمتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق، وهو ده اللي بيخلق حالة من التحفز ضد التعديلات غير المعلنة لدى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الأمريكية منها، والهدف هو دايما حماية المواطن الأوروبي. أبل وميتا ومن قبلهما ألفابت، شركات تكنولوجية عملاقة ستقف قريبا في قفص اتهام الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفتها قانون الأسواق الرقمية المعروف باسم DMA والقواعد المتعلقة بممارسة السياسات الاحتكارية. فمنذ سنوات تنامت سلطة هذه الشركات على الأسواق الأوروبية، وأصبحت هناك تخوفات من عدم قدرة الشركات الصغيرة والأشخاص من العمل داخل هذه الأجواء التي يأكل فيها السمك الكبير نظراءه الصغار بلا رحمة لضمان بقائهم داخل منازل وشركات الأوروبيين. ويسعى المسؤولون داخل الاتحاد الأوروبي لإصدار حزمة الاتهامات لمكافحة الاحتكار في أغسطس القادم، إذ ستكون أبل هي الشركة الأولى التي سيتم اتهامها، ثم تتبعها ميتا، والهدف هو فتح مساحة للمنافسين الأصغر للتنافس وتسهيل تنقل الأشخاص بين الخدمات المتنافسة عبر الإنترنت مثل منصات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات. وفي ضفة أخرى ليست بالبعيدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من القوانين التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، ستجبر الشركات على أن تكون أكثر شفافية بشأن البيانات المستخدمة لتدريب أنظمتها. ففي الأشهر الماضية ومنذ أن كشفت شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت عن ChatGPT للجمهور، كانت هناك زيادة في المشاركة العامة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي مجموعة من التطبيقات التي يمكن استخدامها لإنتاج النصوص والصور والمحتوى الصوتي بسرعة. ولكن مع ازدهار الصناعة أثيرت أسئلة حول كيفية حصول شركات الذكاء الاصطناعي على البيانات المستخدمة لتدريب نماذجها. وعلى مدار عامين تحاول دول الاتحاد الأوروبي الوصول لصيغة قانون من شأنه أن يفرض على الشركات التكنولوجية أن تكون أكثر شفافية حال استخدامها بيانات مستخدميها لصالح تدريب أنظمتها للذكاء الاصطناعي. هنعرف تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، بينضم إلينا من لندن دكتور أمير النمرات رئيس مركز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة شارق لندن. أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير عليك دكتور أمير، وأبدأ حديثي معك بسعي الاتحاد الأوروبي أيضا لاتهام شركات تكنولوجية كبيرة زي أبل وميتا لعدم امتثالهم لقواعد أيضا الاتحاد. ممكن إلى أي مدى ممكن فعلا أن تؤثر هذه الاتهامات على عمل هذه الشركات داخل أوروبا بالتحديد؟ في البداية سعد صباحك وصباح مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية، وكل عام وأنتم بخير. طبعا زي ما تفضلتي، يعني موضوع الذكاء الاصطناعي وعملية تنظيم الذكاء الاصطناعي أو استصدار قوانين في الذكاء الاصطناعي أصبح يعني ذا أهمية متزايدة لدى الكثير على مستوى عالمي، يعني على مستوى في جميع الدول على مستوى عالمي، لأن
الذكاء الاصطناعي وما نتحدث عنه يعني تغيب عنه في كثير من التطبيقات، تغيب الشفافية والوضوح وعدم والتحيز أيضا، وتمتع هذه الأنظمة بالتحيز. فبالتالي يعني المشرع بشكل عام يعني في أي دولة ما يهمه أن يتم استخدام كل إمكانيات الذكاء الاصطناعي بفوائدها، وعدم تسبب هذه التطبيقات في ابتعاد الناس العاديين والشركات عن هذه التطبيقات. كما لاحظنا أيضا يعني أن من أهم المشاكل في أو التحديات في هذه التطبيقات هو موضوع الملكية الفكرية والكوبي رايت بشكل كبير، حيث يعني كما ذكرت حضرتك أنه في موضوع الشات جي بي تي بعد إصداره يعني تم استخدام الكثير من المصادر المتاحة من الأصحاب مسجلة يعني في لأصحاب لأشخاص معينين أو لشركات معينة في هذا التطبيق. نعم، وهنا سأسألك دكتور أمير، يعني بيتطلب قانون الاتحاد الأوروبي من شركات التكنولوجيا الكبرى يعني فتح مساحة للمنافسين الأصغر للتنافس وللتسهيل على الأشخاص أنهم يتنقلوا بين الخدمات المتنافسة عبر الإنترنت مثل منصات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات. هل بالفعل تمارس الشركات الكبيرة مثل ميتا وأبل ومن قبلها ألفابت سياسات احتكارية داخل السوق الأوروبية ولا تتيح مساحة للشركات الأصغر؟ نعم، يعني هذا صحيح، يعني بإمكانيات هذه الشركات وعدد المستخدمين هي تحتكر كل جميع البيانات، لأننا إذا تحدثنا عن أي تطبيق ذكاء اصطناعي نحتاج إلى كميات هائلة حسب متطلبات التطبيق إلى كميات هائلة من البيانات حيث لتدريب هذا التطبيق للحصول على شيء معين. وبالتالي يعني هذه الشركات وتطبيقاتها هي من تؤثر على المحتوى الذي نراه على أونلاين يعني على سبيل المثال، غير أن هذه الشركات أيضا يعني كما هي القضية القائمة الآن في الاتحاد الأوروبي ضد شركة ميتا وأبل هي عدم إعطاء الفرصة للمطورين الآخرين بإعلام الجمهور أو المستخدمين عن تطبيقات أو خدمات ربما تكون مجانية. فبالتالي يعني هذه الأسباب التي أدت إلى وضع هكذا الوصول إلى هكذا تشريع في الاتحاد الأوروبي. وأيضا طبعا الاتحاد الأوروبي يعني هو كمؤسسة كبيرة جدا هو قادر على فرض هكذا هذه التطبيقات وليس كمحاولة بعض الدول على سبيل المثال. الوقوف على هذه النقطة بالتحديد دكتور أمير، في حال تم إثبات بالفعل انتهاك هذه الشركات لهذه القواعد، ما هي العقوبات المتوقعة بالفعل أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على هذه الشركات؟ طبعا العقوبات راح تكون كبيرة جدا بما يعادل يعني حتى 10% من الإيرادات العالمية لهذه الدولة. يعني إذا تكلمنا عن أبل إيراداتها في المليارات راح تكون العقوبة أيضا في المليارات، وكذلك شركة ميتا. يعني في سياق متصل أيضا، يعني يرغب الاتحاد الأوروبي في فرض قانون جديد ينظم عملية استغلال بيانات المستخدمين لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي المملوكة للشركات التكنولوجية. إذن كيف سيساعد هذا القانون في الحد من استغلال البيانات يعني خاصة بيانات المستخدمين؟ طبعا يعني كما ذكرنا يعني تطبيق الذكاء الاصطناعي يعني أصبح الآن متفق على فوائده وخصوصا الجنريتيف AI، ولكن كما ذكرنا يعني الكثير من هذه التطبيقات لا تتمتع بالشفافية وتتمتع بالتحيز وهكذا، يعني الكثير وعدم يعني عدم الوضوح. وبالتالي يعني الاتحاد الأوروبي صنف هذه التطبيقات أو المخاطر إلى مخاطر غير مقبولة جدا في استخدام بعض الذكاء الاصطناعي في عمليات فيما يسمى سكورينج أو سكورينج للمواطنين، أو يسمى يعني غير أيضا هناك مخاطر مقبولة إذا تم الوضوح يعني توضيح هذه المخاطر في أي تطبيق. فبالتالي يعني هناك بعض
بعض. التصنيف الثاني في الاتحاد الأوروبي هو الهايرس كما ذكرنا كمثال، كاستخدام التطبيقات الذكاء الاصطناعي في دراسة وفرز السيفيز أو السيرة الذاتية لمتقدمي العمل. فهكذا يعني تشريعات ستؤدي إلى الشركات إلى اعتبار هذه الوضوح والشفافية وعدم الانحياز من البداية، من بداية من الديزاين حتى التطبيق في النهاية، وحتى أيضا يتضمن التدريب ونشر الوعي في حول. ولكن دكتور إزاي برضو المستخدم يعني هيحس بأمان في الأول وفي الآخر؟ يعني حتى مع العقوبات الحقيقة المستخدم يعني حقه مهدور. طبعا يعني كما ذكرت يعني القانون لا يعني أن كل الشركات سوف تلتزم، خصوصا في البداية، لأنه ليس هناك آلية واضحة حاليا كيف سيتم التحقيق من هذا التطبيق أو ذاك التطبيق إذا كان يعني ضمن القانون أو خارج القانون التي تم فرضه. فبالتالي البداية ستكون صعبة جدا، وربما ستكون حول يعني قضايا يعني أو إجراءات أو تم اتباعها من الشركات الكبرى سابقا وليس الآن يعني. فبالتالي راح يكون في شوية هيستوري في الموضوع حول انتهاكات الشركات واستخدامات البيانات، وبالتالي استخدامها كأساس للتعامل المستقبلي مع هذه الشركات على ما أعتقد. طب ليه دكتور أمير لا تقوم دول أخرى بفرض مثل هذه القوانين، خاصة بعد خروج عملية استغلال بيانات المستخدمين من قبل الشركات الكبيرة عن السيطرة لصالح تدريب أنظمتها للذكاء الاصطناعي بالتحديد؟ طبعا كما ذكرنا يعني الاتحاد الأوروبي يتمتع بثقل أكبر من أي دولة أخرى. كما ذكر يعني كنت أحاول أن أقول أن قبل سنتين كان هناك بعض يعني أستراليا كدولة حاولت فرض على شركة ميتا فرض بعض القوانين فيما يتعلق بالأخبار المتاحة حول في المنصة، وبالتالي لم تستطع أستراليا مواجهة ميتا وبالتالي رضخت لمطالب ميتا. ولكن الاتحاد الأوروبي بحجمه وعدد المواطنين وعدد وميزات الاقتصادية لهذه الشركات تجبر يعني حتى الرئيس الفرنسي يعني أكثر من مرة يعني صرح بأن أن أوروبا يجب أن تكون رائدة في هذا المجال وليس يعني سوق استهلاكية. وأيضا الحديث عن موضوع الاستعمار الرقمي بشكل يعني متزايد ومضطرد حاليا حول هذا الموضوع. فبالتالي الاتحاد الأوروبي يعني وتبني هكذا قوانين يعني أثبتت في السابق نجاحها، فحيث أن كما هو يتعلق بالخصوصية الجي دي بي آر يعني أصبح يطبق في الولايات المتحدة وباقي دول العالم. والآن أيضا يعني بعض الدول أخذت هذا القانون الذي تم صياغته في الاتحاد الأوروبي وتبنت كالبرازيل حاليا. دكتور أمير أنمرات كنت معنا من لندن، شكرا لوجود حضرتك معنا وكل عام وحضرتك بخير. شكرا لحضرتك. يعني الحقيقة كان في ملفات كتيرة قوي النهاردة معنا في صباح جديد، واللي عايزين نأكد عليه أنه أكيد بكرة هيكون في ملفات جديدة معنا في صباح جديد الساعة 9 صباحا، انتظرونا. وقبل ما أختم الحلقة عايزة أقولك يا آية، أتمنى أنك تقضي اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك بشكل مختلف. قولي لي هتعملي إيه النهاردة؟ لا والله ما عنديش لسه حاجة معينة، أنا يعني شغل بس شغل بس شغل بس مفيش أي وقت مع العيلة. لا لسه بقى الأيام اللي جاية إن شاء الله. الأيام اللي جاية إن شاء الله. كل سنة وانتي طيبة يا آية. شكرا ليكي وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم غدا 9 صباحا.